طبعا هو من المؤكد انه الصيام بشكل عام وفي رمضان تحديدا بيكون صحي مده طويله، طبعا بنصوم 30 يوم متواصل وده صحي للجسم، لكن في بعض الناس من اصحاب الامراض المزمنه بيبقى عايز يصوم، حابب انه يصوم، مش عايز ان هو يفطر، وطبعا في ناس عندها سكر، في ناس عندها بعض الامراض في الدم، في ناس عندها ضغط، في ناس عندها القلب وغيرهم، دول بيبقوا عايزين يصوموا، لكن من الممكن انه الصيام يؤثر عليهم بالسلب. لازم طبعا يستشيروا الدكاترة اللي بيتابعوا معاهم باستمرار. وبالمناسبة بس انت بعض الناس بيرجعوا لدار الإفتاء يسألوهم نصوم ولا نفطر، فتلاقي اللي بيرد عليهم من دار الإفتاء يقول لهم ايه، اسأل الدكتور بتاعك هو اكتر واحد عارف انت ممكن تصوم او لا. حقيقي يعني مضاعفات شوية ممكن تحصل ناس أصحاب الأمراض المزمنة ممكن تبقى أضرارها شديدة شوية. عشان كده النهاردة هنسأل أسئلة كتيرة قوي، أنه أول حاجة إزاي صاحب الأمراض المزمنة أو اللي عنده مرض مزمن إزاي يتعامل مع الصيام، هل يجوز ليه الصيام ولا لأ، هل في حاجة معينة يقدر يعملها قبل الصيام في السحور مثلا تديله طاقة بقية اليوم وتقدر أن هي تسنده. كل الأسئلة دي هنعرف إجابتها من خلال ضيفتنا اللي منورانا النهاردة في الاستوديو، دكتورة ريهام صفوت استشاري التغذية العلاجية. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. صباح الخير. أهلا بيك. صباح الخير. كل سنة وأنتم طيبين. وحضرتك طيبة. نتكلم عن أصحاب الأمراض المزمنة زي السكر، الضغط، ناس كتيرة قوي عايشة بيهم، يعني ما عندهمش مشكلة وبيصوموا بيشتغلوا بيعملوا كل حاجة، لكن في بعض الحالات هنتكلم قلة من الحالات عندها يمكن بتتعب قوي من الصيام، بيقولوا عليهم يعني بيفرهدوا أكتر، فإيه الحالات اللي يعني ليهم تفاصيل كده لوحدهم لما يجوا يصوموا ليهم حاجات معينة يقدروا يعملوها أو يمكن ما يصوموش خالص؟ طيب إحنا أهم حاجة بنتكلم عليها واللي ليها قاعدة كبيرة أو عدد كبير هو مريض السكر. فخلينا نتكلم على انه في عندي نوعين من مرض السكر، عندي نوع السكر من النوع الاول، السكر من النوع الاول، وده اللي بيعتمد في علاجه على الانسولين. يعني ايه؟ يعني البنكرياس بطل يفرز انسولين، وده طبعا جيني او وراثي او بسبب اسباب بتحصل من الطفوله. هل في الحاله دي انا اقدر اصوم؟ اكيد لا. ليه؟ لانه انا معتمد على اني باخد جرعات معينه من الانسولين على مدار اليوم، ولازم الانسولين ده يكون مصحوب باكل، او في ناس حاطه مضخات انسولين بتركب دلوقتي مضخه الانسولين وبتبقى معتمده عليه طول النهار، وبالتالي لازم برضو ياكل وجبات بما يتناسب مع الانسولين اللي بيتاخد. طيب ايه اللي هيحصل لو المريض ده صام وصام على يعني من نفسه من غير استشاره الطبيب؟ هيبدا يحصل هبوط في سكر الدم، ثم هبوط سكر الدم ده يؤدي إلى أن الجسم يبتدي ياخد الطاقة بتاعته من الدهون، يبتدي يحصل حاجة اسمها كيتون بوديز أو أجسام كيتونية، تبتدي تعدي المخ وتتسبب في غيبوبة السكر اللي هي ممكن تؤدي بحياة هذا الشخص. يبقى إذن أنا ما أقدرش أني أصوم هذا الشخص لأنه بياخد إنسولين، معتمد على إنسولين، وما ينفعش نهائي أنه يصوم إلا باستشارة الطبيب اللي أكيد هيقول له برضو بنسبة 99% إنه لأ ما يصومش. نيجي نتكلم على النوع الثاني وهو ممكن بس أقف عند حتة معينة. طب إحنا عارفين مرضى السكر هي ليها درجات، في درجة أولى تانية. هي مش درجات، هو أنواع. طيب الأنواع بالظبط. حضرتك بنتكلم هنا على أنهي نوع؟ ده النوع الأول، مريض السكر من النوع الأول والذي يعتمد اعتماد كلي على الانسولين. البنكرياس بتاعه ما بيفرزش انسولين. طيب النوع الثاني بقى، مريض السكر من النوع الثاني اللي لا يعتمد على الانسولين، ما هو مريض السكر من النوع الثاني ده بقى هو ده اللي بتدرج. يعني بيبدا الاول بمقاومه انسولين، ثم مقاومه الانسولين تبتدي تبقى مريض سكر صريح من النوع الثاني، ثم بعد كده يبتدي البنكرياس يستنفذ الانسولين اللي هو بيفرزه، يبتدي يعتمد على الانسولين فيما بعد. وفي ناس بتعتمد على الانسولين من الاول على حسب طبعا درجه المرض. طيب ده مريض السكر من النوع الثاني الغير معتمد على الانسولين في علاجه، الصيام يؤثر عليه ايجابيا، وبالتالي احنا محتاجين ان احنا نصوم. لانه معظم مرضى السكر من النوع الثاني، معظمهم مش هقول كلهم، نسبه كبيره، بيبقى السكر ده طبعا بسبب السمنه. والسمنه
من الحاجات اللي بتعالجها زي ما احنا بنقرا كلنا الصيام المتقطع. الصيام المتقطع جايبينه من فكرة الصيام وفوائده والتأثيرات الهائلة اللي حصلت على الدهون الداخلية، دهون الحشوية أو الفيسترال فات، وتأثيره على الكوليسترول بتاع الدم وتأثيره على الكلى. كل الكلام ده طلع منه فكرة الصيام المتقطع. فحضرتك متخيل أنه المريض السكر من النوع الثاني الغير معتمد على الإنسولين ده بيتحسن جدا 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 بالصيام، وبيأثر عليه بصورة إيجابية بشكل عظيم جدا. لكن ليه شروط. إيه شروطه بقى؟ إنه هو السكر عنده على طول يعني هنقول متوازن أو متزن، يعني مفيش لا السكر بيعلى قوي ولا السكر بيقل قوي في خلال الثلاث شهور اللي قبل الصيام. تاني حاجة هقوله قيس سكرك قبل السحور، قيس سكرك أول ما تصحى من النوم، قيس سكرك كل ساعتين لحد الفطار. لكن لو حسيت إن في هبوط حصل، الهبوط اللي هيحصل ده مش زي السكر من النوع الأول، يعني مش هيدخله المستشفى أو ممكن ما يتسببش في غيبوبة، لكن لازم يقيس سكره، لأنه لو حصل نقص في السكر أو حصل زيادة في السكر يبقى هو لازم ساعتها يفطر ويبطل الصيام. تمام؟ تمام. طيب احنا بناخد أدوية، هل الأدوية دي ممكن أأجلها فترة بعد الفطار؟ برضو ده يسأل في ذلك الطبيب المعالج، لأني لو أقدر أجلها بعد الفطار أوكي، أو باخد جرعة واحدة من الدواء بعد الفطار مفيش مشكلة. لكن لو أنا بضطر أن أنا أخد جرعات على مدار اليوم ومضطر أن أنا أعمل كده، يبقى برضو أنا مش هقدر أن أنا أصوم. طيب احنا اتكلمنا عن السكر بالزبط. بالنوعين، اللي هو الأول اللي ده ما ينفعش يصوم بالزبط. خالص، ده اللي بياخد أنسولين، والنوع الثاني اللي ممكن يصوم لكن لو حصل أي حاجة يرجع للطبيب. طيب. وفي كمان حاجة مهمة جدا، إنه في ناس مرضى من النوع الثاني لكن بيمارسوا رياضة، فلازم أبقى فاهم إنه الرياضة بتاعتي أفضل كتير قوي إن أنا أعملها بعد الفطار بساعتين، بحيث إنه أكون كلت وأقدر كمان إن أنا أشرب، حالة الهايدريشن أو الترطيب بتاعت جسمي تبقى مظبوطة، أقدر إن أنا أكل وجبة بعد التمرين بتاعي، فما أذيش جسمي أو ما اضطرش إن أنا يبقى فيه حالات من التعب أو المضاعفات. طبعا في مرضى برضو من السكر عندهم مضاعفات خاصة بالقلب والشرايين والكلى، ودول برضو ممنوع انهم يصوموا. طيب احنا هنروح بقى اصلا اصحاب الامراض الاخرى بقى، اللي هي اللي عنده القلب وعنده مشاكل في الضغط. انا حبيت ابدا بمرض السكر لانه مرض السكر اشهر حاجه وليه قاعده كبيره جدا ولازم يبقى عارفين مشاكل. طيب نتكلم على مريض الضغط العالي. برضو مريض الضغط العالي ممكن الصيام يفيده بشكل كبير، وممكن الصيام كمان ينظم الضغط بشكل كبير، لكن ليه شروط. ايه هي الشروط؟ اجي بعد الفطار ما اكلش وجبات فيها صوديوم او ملح كتير، لازم اقلل من استخدام الصوديوم. والناس لازم تبقى فاهمة انه الصوديوم ده مش معناها ان انا امسك الملاحة واعمل كده فانا هقلل من ده، ابدا. المواد الحافظة دي كلها طبعا صوديوم، المشروبات الغازية، المشروبات اللي هي العصاير بقى اللي هي المحفوظة، لازم اخلي بالي كويس قوي من قصة شرب المية، لان انا محتاجة دايما انه يبقى شرب المية مظبوط، وده هيساعد انه الضغط برضو يبقى مظبوط. ازود الحاجات اللي فيها بوتاسيوم خصوصا قبل على السحور، يعني ممكن اخد موزة مثلا على السحور، ممكن اخد مشمش مجفف، الحاجات دي هتساعدني على عدم الاحساس بالعطش، وكمان هتساعد على انه اظبط المعادن اللي موجودة في جسمي بصورة مظبوطة. يبقى إذا أنا مريض الضغط هستشير الطبيب بتاعي، ولو قال أوكي أصوم لازم أخلي بالي إنه الأكل بتاعي ما يبقاش فيه أملاح كتير، أخلي بالي كمان من السكريات عشان الكوليسترول الضار والشرايين، أخلي بالي كمان من ضغطي أثناء نهار رمضان عشان ما يحصلش تذبذب فيه، ولو حصل برضو تذبذب فيه بقى لازم أقطع الصيام وأكمل وأشوف بقى أنا هكمل الأيام التانية إزاي. طب أصحاب الضغط الواطي؟ أصحاب الضغط الواطي مهم جدا ان هم يظبطوا مواعيد الاكل بتاعتهم على الفطار. يعني انا النهارده هاخد وجبه، الضغط الواطي ده بسبب ايه؟ ده اول حاجه لازم ابقى فاهمه انا باخد. خلينا نقول في ناس عندها انيميا، في ناس ده طبيعتهم يعني. ما هو انا عندي انيميا يبقى انا بستمر على العلاج بتاعي مظبوط، باخد وجبه الفطار، باخد سناك في النص او اتنين سناك، باخر السحور على قد ما اقدر. دول بالنسبه لهم الصوديوم عادي؟ ما الصوديوم ممكن يكون على فكره الصوديوم بتاعهم برضو مش مظبوط، وممكن يكون واطي او ممكن يكون نورمال،
فانا مش محتاج، ممكن ما يكونش الموضوع موضوع صوديوم او بوتاسيوم هو او معادن، هو ممكن يكون موضوع سبب في الجسم هو اللي متسبب في الضغط الوطي، او ممكن يكون طبيعه الجسم. خلي بالك ان الجسم بيعمل ريسات، يعني انا الضغط بتاعي الطبيعي مثلا 110 ل 70، تسمع الكلام ده، هو فعلا هو الجسم بيعمل ريسيتنج على النورمال بتاعه، فممكن اما يجي يوطى عن كده احس بيه، لكن لما يجي يعلى ال 120 80 ان هو النورمال يحس ان هو تعبان او يحس ان هو مصدع. طيب بعض الناس بيكون عندهم مشاكل في العامل رقم 5 في الدم المتسبب عن تكوين الجلطات، ودول بيحتاجوا ان هم بالاضافه ان هم ياخدوا ادويه للسيوله يشربوا ميه باستمرار. طبعا مهم جدا. احنا الفكره كلها لازم الترتيب الكويس، انا ممكن اشرب ميه كويس ما بين الفطار والسحور، ده يعني هاخد الميه اللي انا محتاجاها حسب بقى الوزن الجسم، لو قلنا مثلا وزن الجسم 70 انا محتاجه 10 كوبايات ميه فهوزعهم ما بين الفطار والسحور، وغلط جدا ان انا اشرب كميه ميه كبيره على السحور والاقي نفسي بدخل الحمام طول اليوم، ده غلط. لا، لازم الميه تتوزع على مدار اليوم. يعني دول يقدروا يصوموا لو عمل اللي حضرتك بتقولي عليه ده اللي هو من الفطار للسحور بيشربوا ميه مقسمين ونقلل برضو الحاجات اللي فيها صوديوم ونزود الحاجات اللي هي فيها بوتاسيوم. لكن طبعا برضو حسب الطبيب المعالج، لكن احنا بندي ارشادات عامه كل حاله بالظبط خاصه اكتر ازاي هو يقدر يصوم ويصوم بطريقه صحيه وما فيهاش مشاكل. طيب دكتور، لو بنتكلم بشكل عام زي ما احنا بنتكلم دلوقتي عن مرضى السكر والضغط سواء العالي او الواطي، كلنا في رمضان بعد الفطار بناكل الحلويات الشرقية الدسمة جدا، كنافة بالمانجا، كنافة بالفراولة، القطايف دسمة طبعا القطايف دسمة اكيد. فتلاقي كلنا بنتجمع بعد الفطار ونقعد ناكل وجبة تانية وهي وجبة الحلويات. قد ايه وجبة الحلويات ممكن تبقى مضرة لصاحب السكر درجة أولى واللي ضغطه عالي؟ هو طبعا احنا لما نيجي نتكلم على وجبات الحلويات الشرقية احنا بنتكلم على دهون مع سكر وليس سكر فقط، والدهون دي دهون ضاره، لان مثلا القطايف دي حاجه مقليه في الزيت. طب ما انا ممكن اقلل على فكره غير السعرات بتاعتها، اقلل كمان الزيت او الدهون اللي هي معموله بيها، اكلها نيه، انا ادهنها واحطها في الفرن او احطها في دلوقتي حاجات كتير اير فراير. بجد دلوقتي بيعملوها نيه حلوه بجد. يعني في كذا طريقه وبتطلع حلو، او ممكن احليها بعسل يبقى برضو اقل شويه او اقل ضررا من وجود كميه سكريات ودهون كتير. هو اكيد هتضر بمريض السكر من النوع الاول، لان دي كميه سكر من السكريات البسيطه اللي داخله الدم مره واحده بصوره كبيره جدا. انا لما باجي اختار لازم اختار النشويات بتاعتي نشويات معقده ما توصلش الدم بسرعه، توصل للدم بتدريج، ما ترفعليش سكر الدم. طب ندي بدايل، لانه خلينا نبقى صراحه كلنا هنبقى عايزين بعد الفطار ناكل حاجه حلوه. طيب مريض السكر اللي بياخد انسولين مفروض ان هو يبقى عارف هو مثلا خد قطايفايه، فهو هيزود الانسولين بتاعه بقدر القطايفايه دي او الاثنين، بس ملهاش طبعا مفرد مش بكميه كبيره، مش مفرد بالظبط عشان ما بناكلهاش بالوحده للاسف بالظبط، لكن لازم نخلي بالنا من جرعات الانسولين اللي احنا بناخدها قدامها. تاني حاجه، لو انا مريض ضغط او مريض كوليسترول عالي او مريض قلب او شرايين لازم برضو اخلي بالي، لان دي دهون عاليه جدا. مفيش مشكله ان احنا ندوق، لكن المشكله بقى في كتر الكميات. مفيش حاجه ممنوعه على فكره، حتى مريض السكر مفيش حاجه ممنوعه عليه، لكن التقنين والكميات ده اللي مهم جدا. طيب نيجي بقى للاصحاء، في بعض الاصحاء بيعاني من اجهاد شديد اثناء الصيام، ده ممكن يكون سببه ايه وازاي يتعامل معاه في الفتره اللي هي ما بين الفطار والسحور؟ هو الاجهاد الشديد بيحصل نتيجه اكل عشوائي، بمعنى ان انا باخد كل حاجه في نفس الوقت. كنت ناويه اقول انا بس سكت الحمد لله سكت. يعني احنا بنتكلم على انه احنا بنبدا بتمر باللبن، وبعدين مثلا بناخد طبق شوربه، وبعد كده بناخد مثلا بروتين ونشويات بكميات مظبوطه، وبعدين بستنى مثلا ساعتين الجسم بيبقى هضم، الاكل اتهضم، ببتدي ان انا اخد حاجه صغيره حلوه. اللي بيحصل غير كده خالص، هو مشروبات رمضان بكميات سكر عاليه فيها،
الأكل بتاعنا طبعا منافسات على السفرة في رمضان كلها دهون وكريمة وبعدين بعد كده نختم بكمية سكريات عالية جدا. أكيد الأنسولين عالي جدا في الجسم، وأكيد البنكرياس عمال يفرز كم من الأنسولين الرهيب، يبتدي الجسم يحس إن هو مش قادر موخم. حتى ما حد بيصلي مثلا التراويح أو كده تلاقيه نايم في الصلاة مش قادر فعلا يرفع دماغه، وبعدين ممكن ما يتسحرش. على فكرة لأ، هو إحنا مطلوب مننا ان احنا نتسحر، والسحور بركه وبركه لليوم عشان يقدر يمارس كل يومه بتركيز. فانا النهارده لو خليت الاكل بتاعي معتدل، خليته ما فيهوش سكريات ودهون عاليه، خليت فيه سناك في النص حاجه بسيطه، واتسحرت حاجه بسيطه برده سهله الهضم وفيها مثلا زبادي بالشوفان، فول مع بضايه، عيش بلدي معاه جبنه ومعاه مثلا موزايه، هتلاقي ان اليوم ماشي حلو جدا، وهتلاقي انك صحي وخفيف وقادر انك تمارس حياتك. اليوم ما انتهاش عند الفطار، لا اليوم مكمل لحد السحور والدنيا كويسة جدا. مكملين كلام عن الأصحاء، السكر الكتير او السكريات الكتير ممكن تأثر على الحرق، لانه في ناس كتيرة قوي في رمضان بتاكل كتير بس تقولك انا هنزل الجيم فيلاقوا نفسهم ما خسوش. يعني في ناس بتخس في رمضان لوحدهم وفي ناس تتخن جدا، فهل السكر الكتير بيأثر على الحرق؟ هو احنا اي حاجه مش باعتدال هتأثر على الحرق، بس هي سعرات زياده. هي الفكره كلها ان انا اللي داخل واللي خارج، فلو اللي خارج اكتر من اللي داخل اكيد انا هخس. فانا النهارده باخد سعرات حراريه لا حصر لها ولا عدد لها، وكمان من سكريات او من دهون. ما هو السكريات هتعمل ايه؟ هترفع الانسولين، وبالتالي انا طول الوقت البنكرياس بتاعي عمال احفزه ان هو يزود انسولين يزود انسولين، خصوصا مثلا الناس اللي عندها بتعاني من مقاومه انسولين او بتعاني من سمنه، هتبص تلاقي بعد فتره الدهون دي بتتراكم في منطقه البطن. زياده الدهون في السمنه المركزيه او زياده الدهون في منطقه البطن دي بتساوي على طول مقاومه انسولين وزياده في عدد الخلايا الدهنيه. يبقى انا هي الفكره مش ان انا بيوقف الحرق، هو الفكره ان انا عمال احط سعرات ملهاش قيمه وملهاش اي فايده لجسمي، وعمال ازود في السعرات دي، وفي الاخر انا بزيد في رمضان حتى لو رحت الجيم. يعني الحرق الجيم مش هو الحل. الحل هو تقليل الاكل نمره واحد ثم الجيم او الرياضه. وبعدين ساعات بيبقى الجيم سلاح ذو حدين، يعني انا مش عايزه اعمل تمارين شديده جدا لو انا مش متعود عليها جسمي. انا ممكن انزل امشي نص ساعه تبقى احسن كتير قوي من ان انا بروح الجيم او ان انا بعمل مجهود اكتر من اللي محتاجه جسمي. طيب في بعض الناس بيكون اساسي عنده على السفره المخللات، ده ممكن يكون تاثيره ايه على الجسم؟ احنا لسه كنا بنتكلم على الصوديوم وتاثيره على مريض الضغط، وطبعا الصوديوم لو زاد عن حده للاصحاء او للمرضى ده شيء سيء ومضر، مضر للكلى، مضر للضغط، مضر للشرايين، مضر لكل حاجه. يبقى اذا انا بيسحب ميه من الجسم، فتلاقي فيه ممكن الناس بيحصل لها تورم او الاديمه، وبالتالي احنا محتاجين ان احنا نقلل كميه الصوديوم بتاعتنا، او الناس اللي هي بتحب المخللات تاخد حاجه بسيطه قوي، ممكن كمان المخللات دي تغسلها تحت الحنفيه بحيث ان هي تقلل شويه من الصوديوم اللي موجود فيها. طيب بالنسبه كمان للجيم، معلش عشان عندي اسئله مهمه قوي على الموضوع ده، بعض الناس بتحب تروح قبل الفطار وبيبقى هو يعني ممكن ما اعرفش، بحس في ناس كثيره بتبقى ما عندهاش مشكله تروح قبل الفطار، لكن في ناس كثيره كمان بتتعب من ده لما تبقى مش واكله، عامله مجهود في الشغل، وكمان ترجع تدخل على الجيم. خطوره ده ايه لو انا عندي مرض مزمن؟ بصي، هو موضوع الجيم او موضوع الرياضه، يعني بتلاقي الرياضيين اللي هم الاثليتس دول متعود ان هو يتمرن تحت اي ظرف، فجسمه معتاد ان هو يتمرن في الصيام، وتلاقي اطفال حتى بيعوموا وبيروحوا وبيجوا قبل الصيام مفيش مشكله. تلاقي واحد متعود ان هو يعمل جيم وجسمه ادابتد ان هو يعمل جيم قبل الفطار، فبرضه ده ما عندوش مشكله. طيب واحد عنده مرض مزمن ولسه بيجرب الجيم، او هو جديد على الجيم بقاله شهر مثلا بيروح الجيم بس، طب انا النهارده ده مريض سكر، وانا بقول لك احنا لازم نقيس السكر كل شويه وما نخليش فيه انخفاض في السكر وكل الكلام ده، وراح الجيم ممكن يقع من طوله. ليه؟ لان هو هيستنفذ بقى الجلوكوز او الجلايكوجين اللي موجود في العضله بتاعته، هيستنفذ الجلوكوز اللي موجود في الدم، وهيبتدي يحس بهبوط وهيبتدي يقع من طوله.
واحد عنده ضغط عالي ممكن يجي يشيل بقى حديد ويزود بقى التمارين بتاعته، تلاقي الضغط بتاعه برضو عالي مرة واحدة. يبقى إذن أنا لازم أعرف طبيعة جسمي، وما الأحسن وقت، أحسن وقت للناس اللي مش متعودة إن هي تلعب أي رياضة هو بعد الفطار بساعتين أو ثلاثة. طيب الناس اللي عايزة بقى تخس وتخس دهون وعايزة تنزل قبل الفطار وتتمرن، تتمرنش بقى تمارين عالية، هي تتمرن بس مجرد مشي، مجرد ممكن المشي ده يبقى سريع فيما بعد او اعود نفسي واحده واحده بالتدريج في رمضان، لكن ما ينفعش ان انا انزل اجري كده مره واحده، انزل ان انا اعمل مجهود جبار عن اللي انا كنت بعمله قبل كده وانا صايم. لازم اخد جسمي بالتدريج. طيب الناس اللي عندها مشاكل في القلب سواء بقى في الشرايين او حتى في عدم انتظام معدل الضربات. تمام، هو الفكره كلها انه المشي من الحاجات المفيدة جدا لصحة القلب، وبالعكس ده هينظم ضربات القلب، هينظم الدورة الدموية، لكن طبعا تحت استشارة الطبيب اللي عارف الحالة. احنا بيبقى عندك حالات عاملة open heart، عاملة قلب مفتوح، وأول حاجة بيقولوها بعد ما بيطلع من العملية وبعد فترة النقاهة بعد أسبوع بيبتدي الدكتور يقول له امشي. يبقى إذا المشي ده لا يتعارض مع صحة القلب، بالعكس، ويظبط الضغط بتاعه بيتظبط بصوره كبيره جدا، لكن طبعا كميات يعني مدد قليله وتبتدي تزيد بتدريج. ده اثناء الصيام؟ لا يفضل اثناء الصيام، يفضل طبعا بعد الفطار. طب هم يصوموا عادي طيب؟ لو حالته تسمح وما فيش مشكله ممكن يفيدوا الصيام وممكن لا. طب خطورة انه يفطر صاحب او مريض القلب يفطر على مثلا الاكلات اللي فيها دهون، ريش دسمة مثلا دسمة، يعني الاكلات اللي بالذات اللي فيها دهون كتير. طبعا لازم يحافظ على كمية الدهون اللي هو بياخدها، ولازم يخلي باله انه يعني يعتمد على الحاجات اللي هي الاسماك الدهنية مثلا اكتر، يعتمد على البروتين النباتي، اللحمة الحمراء تبقى مرة او بس. الاسماك مرة بتعلي كوليسترول يا دكتور؟ لا، الاسماك مش بتعلي كوليسترول، دي معلومة مش صحيحة، لانه الاسماك الدهنية فيها اوميجا 3. الاوميجا 3 ده الدهون احادية التشبع، وهي انتي انفلاماتوري يعني مضادة للالتهاب، بتساعد على رفع الكوليسترول النافع، وبالتالي هتحافظ على صحة الشرايين. نمرة 3 مضاد للأكسدة قوي جدا، وبالتالي احنا محتاجينها لمريض القلب. يبقى الأسماك لمريض القلب، ايه كمان؟ المكسرات طبعا، المكسرات دلوقتي سعرها مش في متناول اي حد، لكن عندنا الفول السوداني من الحاجات الجميلة جدا. الزيت الحار يعني لو حطينا معلقه زيت حار على الفول بتاعنا قبل في السحور مثلا، ده هيساعدنا بصوره كبيره جدا. طبعا طبق السلطه بكل الوانه. هو بيعطش ده يا فندم؟ الايه؟ الزيت الحار. الزيت الحار احنا بنقول كميه صغيره بس هي ليه فوائد كبيره جدا جدا جدا، خصوصا للمرضى بقى، مرضى القلب والشرايين والضغط. والسلطه؟ سلطه بكل انواعها. لازم ناكل فاكهه، لان احنا بننسى الفاكهه في رمضان، فلازم ناكل فاكهه طبعا. يعني احنا داخلين على الربيع بعد كده هتلاقي الوان الفاكهه كلها، ونحاول على قد ما نقدر ان احنا الفاكهه اللي هي المرطبه علشان يبقى في ميه برده في جسمنا على مدار اليوم. نصائح مهمه جدا سواء للاصحاء او لاصحاب الامراض المزمنه. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا الدكتوره ريهام صفوت استشاري التغذيه العلاجيه. الف شكر ليك يا فندم. شكرا ليك يا فندم.